بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، مصر على اعتاب مرحلة ديمقراطية جديدة متمثلة في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة. وها هي اليوم من جديد تعلن عن دعوة شعبها العظيم الأبي العريق كي يقوم بواجبه ويستكمل الطريق، طريق الوطن نحو التنمية والاستقرار، نحو الأمن والأمان، كي يمارس حقه الدستوري في انتخابات رئاسية حرة نزيهة وشفافية. واليوم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادات إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة. كلمة السيد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. يا مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو المجيدة. تمثل الانتخابات الرئاسية حدثا مهما وفريدا في مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، حيث يشارك كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الآخرين في عملية الاقتراع إعمالاً لحقه الدستوري والقانوني في اختيار رئيسه الذي سيقود البلاد خلال فترة الحكم الرئاسية القادمة. وفي النهاية ستدون الهيئة الوطنية للانتخابات ما ستسر عنه إرادة الشعب في اختيار رئيسه من خلال مناخ ديمقراطي كامل، باعتبار أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات ولو كل الحق وحده في اختيار رئيسه. وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون وتختص دون سواها لإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وإصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة وفقا لما تقضي به أحكام الدستور والقانون، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك كله في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة ممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء للمحكمة الإدارية العليا. وتتعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توفرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها
لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين. تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة وفقاً للمعايير الدولية والوطنية تحت إشراف قضائي كامل إعمالاً لنص الدستور والقانون. فضلاً عن أنها ستتيح للمرشحين جميعاً أن يكون لديهم مندوبون عنهم في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع، علاوة على السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن، إلى جانب السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية برمتها من أولها إلى آخرها. وهنا أخرج بس عن السياق، أنا بطلب من كافة المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام الدولية والمحلية يسارعوا بالقيد في قاعدة البيانات الموجودة لدى الهيئة لاستمرار القيد حتى دعوة الناخبين، فبدأوا هذا الأمر. فضلاً أنا بسمن جهود أمانة الحوار الوطني عن البيان اللي صدر منه بشأن انتخابات الرئاسة، وبنؤكد الهيئة الوطنية ملتزمة بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر. وتوضح الهيئة الوطنية للانتخابات مجدداً أنها وإستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون، فإنها تهيب لسائر المؤسسات والهيئات ذات الصدر والمؤسسات الصحفية والإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون وقرارات الهيئة في هذا الشأن، وأن تكفل فرصا متساوية لجميع المرشحين لتقديم وعرض برامجهم ورؤاهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصري. كما نهيب بالمؤسسات الإعلامية والصحف المصرية والأجنبية بالالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع عدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية. وسيتم تطبيق القانون في حالة رصد أي تجاوز أو مخالفة. وتؤكد الهيئة على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة وفقاً لما نص عليها الدستور والقانون خلال العملية الانتخابية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون للهيئة في حالة رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن. السيدات والسادة، لقد تابعت الهيئة الوطنية ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من محاولات البعض التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي، وإذ نؤكد أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، كما لن تسمح الهيئة بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول، وسيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي والخروج به عن الأطر والضوابط المنظمة في هذا الشأن. كلنا ثقة في شعب مصر العظيم
وفطنته ووطنيته وحكمته المعهودة في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد ودعم مسيرة الديمقراطية، وأن تخرج الانتخابات الرئاسية المقبلة بالصورة والمضمون اللائق باسم مصر وشعبها العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. استسمح حضرتكم في عرض تقديمي لكل الإجراءات التي تم اتخاذها من الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادا للعملية الانتخابية. فاستطمع لو في أسئلة ممكن نأيد بس اللي يرغب في الأسئلة لغاية ما نشوف البرزنتيشن، وبعد كده نفتح باب الأسئلة.